الانفصال ليس نهاية العالم. الكثير من المشاهير اطلقوا في سن صغير قبل بلوغ 30. تعالوا نتعرف عليهم. أنجلينا جولي. طلقت أنجلينا مارتن قبل بلوغها سن 30 وتزوجت من الممثل البريطاني جوني لي ميلر بسن 21 وانفصلت عنه بعد 3 سنوات. أما زواجها الثاني فكان من الممثل بيلي بوب ثورنتون اللي كان أكبر منها ب20 سنة، وهي الزيجة اللي انتهت أيضاً بالطلاق، وكانت جولي تبلغ من العمر 28 سنة. كيت هيتسون. زوجها الأول هو كريس روبرنسون المغني الرئيسي لفرقة بلاك كروز، حيث تزوجوا في عام 2000 وانفصلوا عن بعضهم بعد 7 سنوات، وكانت هيتسون تبلغ من العمر 20 سنة عندما عقد قرانها مع روبرنسون و27 عندما اتطلقت. مغنية البوب أشلي سيمبسون. تزوجت من عازف فرقة فال أوت بوي بيت وينتوز عام 2008 وانفصلوا عن بعضهم عام 2011 عندما كانت في 26 من عمرها. ماكولي كولكين. واحد من أشهر أطفال هوليوود، وهو بطل سلسلة أفلام وحدي في المنزل أو هوم ألون، وتزوج في عام 1998 من ممثلة راتشيل مينر عندما كان يبلغ من العمر 18 سنة، وما دام الزواج طويلاً وانفصل ودياً عام 2000 قبل ما يتطلقوا رسمياً بعدها بعامين حينما كانا يبلغان 22 من العمر. درو باريمور. تزوجت باريمور في عام 1994 صديقها جيريمي توماس، لكن زواجهم ما دام كثير حيث تطلقوا بعد 19 يوم فقط من الزواج. ثم في عام 2001 تزوجت من الممثل الكوميدي ونجم قناة MTV توم جرين، واتطلقوا بعد عام 1 من الزواج وكان عمرها 27 سنة. ارتبط كل من مايلي سايريوس وويليام هيمسورث ببعضهم البعض أثناء تصوير فيلم The Last Song عام 2010، وتزوجوا في عام 2018، لكنه ما دام طويلاً حيث انتهى فيهم الأمر أنه يطلقوا بعد 2 سنوات فقط من ذلك التاريخ عندما كانت مايلي في 27 من عمرها. سكارليت جوهانسون. جاء زواجها الأول من الممثل ريان رينولز في عام 2008 وانتهى زواجهم بالطلاق في 2011، وكانت تبلغ من العمر 26 سنة فقط.